صديقات وأصدقاء، نهاركم طيب ومرحبا بكم داخل المغرب وخارجه. اللي ما كيعرفوش البعض هو أن فريق دولة السنغال الشقيقة اللي غادي يلعب النهائي مع منتخب الأشبال، أشبال الأطلس للناشئين، هي دولة تدعم وحدة المغرب على صحرائه وتساند المغرب في وحدته الترابية. الأشقاء في الجزائر أمام نارين، هما كيتألموا صحيح، يتألمون لأن كيشوفوا جوج ديال الأعداء جيوسياسيين بالنسبة لنظامهم الحاكم. يتعلق الأمر بنظام المخزن المروك كما يحلو لهم في قنواتهم الإعلامية، وكما يحلو لذبابهم الإلكتروني أيضا. فالمروك العدو الكلاسيكي رقم واحد ظلما وعدوانا سيلعب في قلب الجزائر الممنوع عليه جو وبحرا وبرا، وسيحقق انتصارا مذهلا، وسيفوز بالكأس من ملعب نيلسون مانديلا نكاية وتشفيا في هذا الحقد المترسب في عقول نظام الحكم في دولة الجزائر الشقيقة. ما الذي يحمله منتخب الصحراء الغربية اللي مجلوب وكما يعرف الجميع من فرنسا ومن ليبيا ومن مجموعة من النقاط التي لا علاقة لها بال يعني المنتخب الصحراوي الحقيقي لأبناء الوطن داخل تندوف، داخل اللاجئين، داخل المحتجزين، داخل مخيمات العار والذل؟ ما الذي يحمله من ألقاب هذا المنتخب ليعزز مسار كرة القدم الجزائرية ومولودية الجزائر تحديدا؟ هذا الفريق العريق اللي تأسس سنة 1921 وله تاريخ ماضي مشرق يشهد به الخاص العام، ما الذي يحمله، ما الذي سيضيفه هذا المنتخب إلى الرصيد التاريخي لمولودية وجدة، لمولودية عفوا الجزائر؟ اليوم بدينا كنسمعوا اصوات ديال انصار مولوديه الجزائر انفسهم يرفضون هذه المقابله باعتبارها تسييسا غبيا وتشويشا غبيا لمقابلات المغرب والسنغال. بالفعل جوج ديال الدول اعداء سياسيين، اعداء جيوستراتيجيين بالنسبه لنظام الحكم في الجزائر، سيلعبون في قلب الجزائر وبجمهور جزائري واعلام جزائري. بالفعل هو الم ومستوى عالي من الألم، حسن عوانهم زعما يتحملون ما لا يطاق. لهذا الغرض ولتخفيف نوعا ما ديك القضية ديال الطنجرة ديال الكوكوت اللي ملي كتش ملي كت ملي كت ها كيخصك تحلى شوية تفش سينو ما تعرفش شنو غادي يوقع. من هنا جات الفكرة ديال التشويش على المقابلة النهائية للناشئين اللي غيلعبها فريق المروك، فريق المخزن اللي غادي يقطر عليهم الشمع في قلب نيلسون مانديلا، في قلب ملعب نيلسون مانديلا اللي بنوه اساسا دعما لاطروحاتهم وتسميه القضيه اللي على بالكم واللي كنعرفوها جميع. اذا وصل هذا منتخب الصحراء الغربيه كما يسمونه، وصل نهار الثلاث البارح وصل الجزائر العاصمه، ومفروض انه يلعب مباراه وديه مع مولوديه الجزائر بعد غدا يعني نهار السبت، اي لعبه في براقي مع الخمسة العشيه. ناس وصل بهم الحقد والعمى لواحد الدرجه ما تصورش، مع الاخفاقات المتواليه، مع الانتكاسات ديال كره القدم الجزائريه اللي كيعرفها اليوم الخاص والعام، مع السيطره ديال الحقد والغل على المغرب، يعني اصبحون يخبطون خبط عشواء. فتصور ما الذي ما القيمة الفنية والقيمة المعرفية والقيمة الحضارية والقيمة الكروية التي سيضيفها منتخب شتات مجموع من هنا وهناك جاي من الجزائر نفسها،
ويوهمون العالم ويوهمون الجزائر، ماشي كل شيء، ماشي الجزائريين كلهم ابدا، يوهمون الناس ان منتخبا حل ببلادهم، يعني قادما من بلاد اخرى لا علاقة لها بالجزائر، والحال انه جاء من جنوب الجزائر من تندوف، وتندوف هي ارض جزائرية تحتضن الارهاب بكل اسف. اذا اربعه ديال النقاط الاساسيه، اولا هذه المباراه جات للتنفيس على الاخفاقات المتتاليه لكره القدم الجزائريه، والكل يعرف ذلك بما فيهم اعلامي الجزائر واعلاميون تيماتيكيون، يعني موضوعاتيون، يعترفون ويقرون على ان الاخفاقات المتتاليه ديال كره القدم من 12 عام حتى الفريق الكبير مسألة ماشي ضربة حد، وإنما مسألة كيسيسها العسكر، وأي مسألة كيدبرها العسكر وهي عندها طبع بالمجتمع المدني تنتهي إلى الإفلاس شيء مؤكد. إذن الجميع يرفض هذه العملية باعتبارها نوع من التشويش الغبي على نهاية بحجم حضور فريقين لهما صيت ولهما سمعة في إفريقيا، يتعلق الأمر بمنتخب السنغال الشقيق. وهنا نبغي نأكد على واحد المسألة، إذا ما حالفناش الحظ كمغاربة، هو حالفنا الحظ أصلا، إن ربحنا كأس العالم، ربحنا تأهيل كأس العالم، وهذا أقصى طموح ديال الناشئين، لا يهمنا شيء آخر، المهم هو أن الناشئين اللي هو منتخب المغرب إن شاء الله من دابا 10 سنوات اللي كيخرج من رحم الأكاديمية الملكية لكرة القدم، وهي سياسة استراتيجية ما نجحت في بعض الدول ومنها الجارة الشقيقة، ونجحت في المغرب وهي كتعطي الثمار ديالها. إذا المسألة الأولى هو التشويش على هذا الحدث، المسألة الثانية هو التنفيس على الإخفاقات المتتالية، والمسألة الثالثة والخطيرة هو تسييس الرياضة بشكل غبي وغبي جدا. من اليوم يقنع نفسه على أن المسألة فيها تطوير لكرة القدم، فريق المولودية ديال الجزائر يلعب مع منتخب ديال الصحراء الغربية، ما هو رصيد منتخب الصحراء الغربية، ما هي ألقابه، ما هي مشاركاته، ما هي تحدياته؟ إذا واضح على أن التنفيس وإعلاء كلمة الحقد وتطويل عمر الشقاق بين الجارتين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. ففي الوقت اللي المغرب جلالة الملك أمس كيقدم نموذج لاختراع حداثي، اختراع صناعي حقيقي كيبين القيمة ديال النمو والازدهار ديال المملكة، في نفس الوقت تصوروا في نفس الوقت غادي يجي نظام الحكم في الجزائر باش يعلن رسميا مقابلة بين منتخب لقيط شوتات مجموعة من ليبيا ومن الجزائر ومن مجموعة من الدول شوتات، ويسماهم منتخب الصحراء الغربية فقط لمعاكسة المغرب وللتشويش على نهاية الناشئين، اللي إن شاء الله إلى فاز المغرب هذاك هو حلمنا وحلمنا الكبير، وإحنا فزنا من البداية لأننا إحنا في المونديال في البيرو إن شاء الله، وإلى فاز السنغال لكان أجمل وأرفع، والمغرب سيحتل المركز الثاني، وهذا اللي كيسميوه المهندسين بلون بي، يعني طموحنا كبير أننا نجيبوا الكاس إن شاء الله ديال الناشئين من قلب الجزائر، من قلب نيلسون مانديلا، أو من قلب ملعب براقي، وأملنا كبير في حالة لو تحققش هذا الحلم، وهو سيتحقق إن شاء الله، وإن فازت السنغال فسيكون أيضا فرح عارم، وسنقول بصوت عالم مبروك للفريق السنغالي الشقيق، ومبروك لأبطالنا الشباب، شباب أقل من 17 سنة، و لكان الله في عون الحاسدين.